خليني أخذ نهال من المملكة المتحدة كمان. تفضل أخت نهال، أنت معنا على الهواء. ألو، مساء الخير يا أخي نزار، ومساء الخير يا أوتشابونا، منور الشاشة وربنا يباركك ويبارك في خدمتك. وبصراحة أنا عايزة أميك ده موست أوف أوتسك، فهدخل على طول في الأسئلة. وكان ليا اقتراح إنه يا ريت طلبات الصلاة تروح للكنترول روم، فنقدر نستفاد بابونا بأكبر قدر من الأسئلة. فمعلش يا أبونا، أنا عندي ثلاث أسئلة في الموضوع بتاع النهاردة. أوتسك قلت إنه هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي وإلى آخره. طيب السؤال هنا، هل كل مؤمن تتبعه هذه الآيات والعجائب، ولا في مؤمنين معينين؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، الآية بتقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. طيب ازاي امتلئ بالروح، وازاي اعرف ان انا خلاص امتلأت بالروح، ولا ده بيعادل ملء من حين لآخر؟ وثالث سؤال، من علامات الامتلاء هي التكلم بالألسنة. هل لو أنا ما عنديش الموهبة بتاعت التكلم بالألسنة يبقى أنا لم أمتلئ بعد؟ وربنا يباركك يا أوت سابونا، ويعني مش عارفة أقول لك قد إيه أنا بشكر ربنا على خدمتك، ومن قوة لقوة، من ارتفاع لارتفاع. وربنا يباركك يا أسيس نزار، ويبارك قناة الحياة ويخليها لنا. الثلاث أسئلة، السؤال الأول، هذه الآيات تتبع المؤمنين. لما يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين، طبعا مش كل المؤمنين حيخرجوا شياطين، ولا كل المؤمنين حياخدوا مواهب شفاء، لكن الله أو الروح القدس بيعطي لمن يشاء. والرب عارف، والقلوب عارف، أشواق القلب من داخل الإنسان اللي مشتاق ربنا بيديه وبيستخدمه. ومش معنى ان فلان ما عندوش موهبة مش مؤمن، لا، هو مؤمن ومقدس ومبارك، لكن مش كل المؤمنين حياخدوا مواهب، لكن كل المؤمنين لابد يكون عندهم ثمار الروح القدس، وعلى الأخص المحبة. فبنقول الثمار أساسية للخلاص، والمواهب أساسية للخدمة. طيب السؤال الثاني، اللي هي اقتبست الآية اللي بتقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، فإزاي كيف أعرف أنه أنا امتلأت بالروح؟ شوف، لا تسكروا، ده نهي عن السكر وأمر، اللي ما يتمموش يبقى خطية. الجانب الثاني، امتلئوا بالروح، ده أمر، اللي ما يتمموش يبقى خطية أو حيعيش حياة ضعيفة ساقطة. فيبقى إذن أمر لكل المؤمنين أنهم يعيشوا حياة الملء. ونيجي للسؤال الثالث، أن الملء ده حياة، وفي علامات، يعني هل تتكلم هي علامات؟ هل الألسنة علامة للملء؟ لا. لعل الجميع يتكلمون بألسنة، فممكن تكون علامات أخرى، منها الشفاء، منها خدمات أخرى إلى آخره. أهم علامة لملء روح الله حياة القداسة والمحبة طبعا، حياة اللي هي المحبة أساسية. نعم. أساسية طول الطريق. طيب. حياة القداسة.